مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برامجكم سولوا الناس على قناتكم شوف تي في. سؤال حلقه اليوم اللي نزلنا باش نسولوه الرجال، الا كنتي والد غير البنات واش تبغي ان خوك ولاد خوك يورثوا مع بناتك؟ اجيو نشوفوا اجوبه المواطنين ورجعوا لكم. ورا حقهم هذاك يورثوا معاهم ويعاودوا يورثوا حتى من بلاصه اخرى. انا بالعكس نفكر دابا باش نكتب ليهم داكشي ديالي كله ليهم هما البنات، لان ما عنديش الولد. شرع الله هذاك سؤال كبير باش تعرف شرع الله ولا ماشي شرع الله. كاين مشاكل في هذه القضيه ديال الشرع ولا ماشي شرع. فهمتي هذه الشي قضيه ديال الارث فيها مشاكل كبيره وفيها تغييرات، خصو يعاود يشوف يراجعوا هذه المساله، خصها تراجع ديال الارث فعلا. الشرع اذا كان سميتو كيفرض بانهم يورثوا يورثوا، وكيبقى عاوتاني العامل الانساني ديال الانسان، الى بغيت نازل ديك الساعه كيبقى الامر متعلق به هو. على ود هذوك البنات شوي من هذه الناحيه، انايا من ناحيه الشرع من ناحيه الدين ديالنا تيحتم عندنا اننا نطبقوا الشريعه ديالنا من ناحيه الارث. هذا الامر واضح، هذا الامر واضح ما فيش نقاش بمره، مي كتبقى واحد الحاله عطينا الله سبحانه وتعالى الشرع عندنا بان نقدروا مثلا انا قبل ما نموت مثلا بناتي نقدر ندير الوصيه ديالي، نقدر نخلي لهم حق الحق اللي كيستاهلوه، ولا كيبان لي كاع كيبان لي بان مثلا العائله الطرف الاخر خوتي ولا خواتي ولاد ما كيستاهلوش، نقدر ما نعطيهم حتى شي حاجه. هذا الشيء بالنسبه لي انا راي شخصي ديالي. هي من واحد الناحيه طبيعه الحال اي اب راه كيبغي بناته ولا ولادو وداك الشيء، نقدر ندير لها وصيه قبل ما نموت وتورث وتورث تاخذ الشرع ديالها اللي يدير الله، خلي لها وصيه. لا لا غيورثوا فيه غير بناتي. حتى انا ندير وصيه وكل واحد ياخذ الشرع اللي عطى الله. لا مادام ان يعني الشرع يعني غادي يورث هذوك الناس، ممكن انني نوثق المسائل ديالي قبل ما نموت. يعني انت رافض انهم انا رافضه تماما، لان ربما ولا عندنا دويره يعني والمآل ديال دوك البنيات غادي يمشوا للشارع. تلاحوا للشارع؟ لا ابدا ابدا. واه الا كان كما كانوا ما عندهمش كانوا بحالهمش يمكن لنا يورثوا، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن بالنسبه ليهم اللي عنده البنات من قبل تيكتبوا لهم كامل داك الشيء الورث اللي عندهم، واش فهمتيني؟ تيكتبوا لي داك الشيء وفي الاخر ما تيورث لا بنت خوك ولا فهمتي. اي متفق معاك، ولكن في الحاله ديال اللي ما عندهمش، الا ما كانش عندهم ما كاين يورثوا، ما كاين حتى شي مشكل، واش فهمتي؟ لان احنا مسلمين. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، كما شفنا ان الاغلبيه قال انه في الشرع والدين ان الاخ وولاد الاخ خاصهم يورثوا مع البنات، ولكن من الانسانيه ان شي حاجه قليله ما خاصش الواحد يورث معاهم فيها. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.